لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا ما س لا لا ما س س لا حرف اللام في أول الكلمة يكتب بهذا الشكل. لا ما حرف الميم في وسط الكلمة. ما س حرف السين في آخر الكلمة. س لا ما س لا ما لا ما نكرر قراءة الحرفين عدة مرات لتسهل علينا جمع الكلمة. لا ما لا ما س لا ما س لمس لمس. ف ط ر ف ف ط ط ر ر ف حرف الفاء في أول الكلمة. ف ط حرف الطاء في وسط الكلمة. ط حرف الراء في آخر الكلمة. ر ف ط ف ط ف ط ف ط ر ف ط ر ف ط ر ف ط ر ك ت ب ك ك ت ت ب ب ك حرف الكاف في أول الكلمة. ك ت حرف التاء في وسط الكلمة. حرف التاء في وسط الكلمة لا نقوم بكتابة الخطوط الموجودة في البداية وفي النهاية، يكتب حرف التاء بهذه الطريقة في آخر الكلمة، أما في وسط الكلمة فنكتبه بهذا الشكل. ت حرف الباء في آخر الكلمة. ب ك ت ك ت ك ت ك ت ب ك ت ب كتب كتب. ها ما س ها ها ما ما س س ها
حرف الهاء في أول الكلمة. ها، ما حرف الميم في وسط الكلمة. ما، س حرف السين في آخر الكلمة. س، ها ما، ها ما، هما، س همس، همس. د، خ، لا، د، د، خ، خ، لا، لا، د، حرف الدال في أول الكلمة. د، حرف الدال لا يلتصق معه أي حرف من جهة الشمال من هذه الجهة. خ، حرف الخاء في وسط الكلمة. خ، لا، حرف اللام في آخر الكلمة. لا، دا، خ، دا، خ، دا، خ، لا، دخل، دخل، دخل. ر، ك، د، ر، ر، ك، ك، د، د، ر، حرف الراء في أول الكلمة. ر، حرف الراء مثل حرف الدال، لا يلتصق معه أي حرف من جهة الشمال. ك، حرف الكاف في وسط الكلمة. ك، د، حرف الضاد في آخر الكلمة. د، را، ك، را، ك، را، ك، را، ك، د، را، ك، د، را، ك، د، را، ك، د. ت، ر، ك، ت، ت، ر، ر، ك، ك، ت، حرف التاء في أول الكلمة. ت، ر، حرف الراء في وسط الكلمة. كما قلنا في الكلمة التي قبل، حرف الراء لا يلتصق معه أي حرف من جهة الشمال، ويلتصق معه من جهة اليمين، هكذا كما كتبنا الآن تا، وحرف الراء ملتصق مع حرف التاء، تا، را، تا، را. ك، حرف الكاف في آخر الكلمة. ك، لم نقم بكتابة حرف الكاف وهو ملتصق مع حرف الراء، لأن حرف الراء من جهة الشمال لا يلتصق معه أي حرف. تا، را، تارا، ك، تارا، ك، تارك، تارك. نا، ث، ر، ن، ن، ث، ث، ر، ر.
حرف النون في أول الكلمة. نا ثا، حرف الثاء في وسط الكلمة. ثا، حرف الراء في آخر الكلمة. را. نا ثا، نا ثا، نثر، نثر، نثر. ط، ر، ق، ط، ط، ر، ر، ق، ق. ط، حرف الطاء في أول الكلمة. ط، ر، حرف الراء في وسط الكلمة. ر، ق، حرف القاف في آخر الكلمة. ق، ط، ر، ط، ر، طر، ق، طرق، طرق، طرق. ن، ف، ث، ن، ن، ف، ف، ث، ث. عندنا حرف الفاء وحرف التاء متشابهان في النطق ومختلفان في الكتابة، ولكن حرف الفاء عند نطقه ف، ف، فأسناننا العلوية تلتصق مع الشفة السفلى ف. أما حرف الثاء فلساننا يلتصق مع الأسنان العلوية ث، ث. ن، ف، ث، ن، ف، ث، حرف النون في أول الكلمة. ن، ف، حرف الفاء في وسط الكلمة. ف، ث، حرف الثاء في آخر الكلمة. ث، ن، ف، ن، ف، ن، ف، نفث، 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 نفث.